بارك لكم في الخطوات وأجعلنا بذلك في ميزان الحسنات. ليس من السهل ولا من اليسير أن يجتمع مثل هذا الحشد، وقد يأتي الناس من سائر أقطاب الأرض ممن عرفوا هذا الرجل ليشهدوا جنازته ويودعوه إلى مثواه إلى مولاه جل وعلا، ليلقونه بين يدي رحمته وبين يدي مغفرته. ليس من السهل اليسير أن يجتمع هذا الجمع المبارك الكريم، ولكن معاشر الإخوة الكرام، مما يبعث في نفوسنا نحن وإياكم السلوى على هذا المصاب الجلل هو قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضيفه لما قاله أخي الإمام قبلي، هو قول سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أذن 12 سنة متواصلة دخل الجنة. يكفينا هذه بشرى لأخينا أحمد، وقد أذن، نسأل الله له القبول، قد أذن أكثر من 12 سنة، وكان 18 سنة كما قال الأخ الكريم. ويكفينا في هذا المقام الكريم هذه الشهادات التي نسمعها تنبعث من ها هنا وها هناك، التي هي تشهد على أخلاقه وعلى سمو رونق تعامله مع إخوانه. وقد قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أدناكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أو أحاسنكم أخلاقا. أزكي كلام إخوتي وأضيف كلامي إلى كلامهم، ما شهدنا إلا بما علمنا ولا نزكيه على الله أحدا، وهو كما شهدنا وكما علمنا عليه نحسبه كذلك والله حسيبه. كان قمة في الأخلاق، قمة في الصدق، قمة في تعامله مع إخوانه. نشهد له حينما توظف معنا في مدينة القنطرة، كان رجلا طيبا أيما طيبة، فكان حريصا على وقته للأذان، كان يعود قاعد معنا في المجالس لما يلحق وقت. إن قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإن على فراق فقيدنا لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ولا تضلنا بعده. اللهم يمن كتابه وهون حسابه ولين ترابه وألهمه حسن الجواب وطيب